هذا يمكن الاتفاق، اتفاق 11 آذار كانت لحظة نقضة ربما بمحاولة الاغتيال اللي تعرض لها الراحل مصطفى البارزاني، وأنت كنت ربما الشاهد الكردي الوحيد. نعم نعم، مع الشخص الذي افتداكم رحمه الله كان يقدم الشاي. هذا هذه الحادثة يعني أريد فيها شيء من التفصيل دكتور، كيف حدث؟ والله هاي الحادثة حصل في يوم 29/9/1971، نعم، بعد سنة ونص من اتفاق الآذار طبعا. نعم، في ذلك الوقت كانت مشاكل بادية بيننا وبينهم، وهم كان عندهم قناعة أنه الشيء اللي كانوا يريدون أنه القضية الكردية والقيادة الكردية تأيد قيادتهم السياسية، نعم، وتتبعها، بالمقابل هم يعطون بعض الحقوق، ما يصير، لأنه القيادة الكردية ما كانت تقدر تأيد سياسات صدام، يعني قصدي سياسات البعث والعنف والمشاكل والقمع وكل الأمور الأخرى. نعم، فهم بدأوا يتآمرون على القيادة الكردية، وطبعا منه قيادة كردية ومنه مصريين، ويختالوا. نعم، رادوا يختالوا عن طريق جماعة دينية، قسم شيعة قسم سنة، ملالي يعني رجال دين دازين من بغداد. هذا الوفد مع سيارتين، سيارتين السائقين مع السيارتين هم ضباط أمن مدربين، وقالوا أنه مدربين 6 شهور في ألمانيا الشرقية، مخط اعتيادي جدا مدربين، وعندهم كل السيارة كلها دايناميت وقنابل وكذا. الرجال الدين اللي اجوا ذاك اليوم، رجال الدين هم جايين عندنا مصر مرتين يعني قبل، تحت نية ماذا اتوا يعني؟ اتوا دائما يجون يجيبوا له كتب دينية ونصوا يهم الكتب الدينية. نعم، يحشوا له على بغداد انهم شايف المسؤولين، والكي يتوسطون عامل خير بيننا وبينهم، يعني كنت توتر بيننا وبينهم. نعم، هالمرة من اجوا ملا مصطفى قال لنا انه روحوا شوفوهم انتو وانا اجي بعدين، يعني كان بيته يعني. انا وكاك مسعود طلعنا، كاك مسعود كان عنده عمل شغل ما اجى، انا رحت شفتهم حجيت وياهم، هم حجوا نفس الحكاية انه احنا شفنا مسؤولين وحنا نريد فعل خير وكذا وفلان، نريد ازالة التوتر، واذا نلعب دور بين جانبين، هيجي قايلين لهم طبعا. اجى ملا مصطفى بعد 10 دقائق، جلس طبعا، هم رحبوا بي وانطوه الكتب الدينية، وهذه هو لبس المناظر يقرأ بالهذا يشوف العناوين، فمن قال أشكركم طق المقابل. أه، يعني قايلي لهم أنت عندك تسجيل، سجل صوت ملا مصطفى، يريد صوته لهذا رجل الدين. لهذا كان رجل كان يتصور انه الشيء اللي لابسه هو مسجل، هو مسجل بينما هو حزام، وهو مسجل ويعني مجربيه في بغداد قبل ما يسجل. نعم، فعلا، بس فجروه من الخارج السواق على موجات الكترونيه. طبعا كان مثل ما قلت لك عمليه كلش محبوكه، يعني مدربين عليه في المانيا الشرقيه وغيرها. فهو من فتح هذا، نعم، واستغل وجود الشاي كذا يخلي له شاي، نعم، حتى الصوت ما ينسمع. نعم، ويطقطق الاستكانات وهذه يختلط الصوت، انفجر هو، صار وصل يعني، ويما اثنين هنا ماتوا، وخمسة هم كانوا 9 كلهم انهزموا اللي برا، والناس بعد السواق كانوا يضربون بيشمركة، عندهم قنابل بلاستيكية وبيشمركة يضربوهم، إلى أن يعني هم قضي على كلهم. على كل أنت كنت داخل الغرفة؟ احنا كنا، أنا ملا مصطفى داخل الغرفة، نعم، وأنا أيضا ويا ملا مصطفى داخل الغرفة، داخل بس الغرفة. هو وأنا ماكو أحد آخر. ورا ما صار هذا دخان وغرفة هذا، أنا لزمت إيد ملا مصطفى، طلعنا بالباب نريد نروح نطلع. نعم، يعني السواق اثنين قالوا ذاك هو بعد حي. ضربونا بقنبلة، قنبلة وقعت أمامنا، استشهد واحد و14 جريح، بس أنا ما صار عليه شيء،
مجمع المصطفى صار شو اسمه بعض الشظايا براسه شيء طلعنا ليا رحنا البيت كاقديش قعدنا طلعنا الشظايا وشي ولفينا راسه ولا احنا كنا هناك انفجر سيارة ثانية اللي هو سيارة تويوتا يم البناية بناية تفلست والسيارة الأخرى اللي كانت باقية أحد سواقنا أخذها بعيد شوي عن حاج عمران فكوه كله ديناميت والباك لايت صواريخ وما تعرف هذا قال تنفيذ ناظم جزار كان قالوا هيشي بس يعني الأصل نعم بكر يعرف صدام يعرف بس من عدمه ناظم جزار زبوا عليه قالوا هو السبب بس عمليا كلهم يعرفون بيه طبعا هم يعرفون يعني وهذه كان عملية كبيرة الله نرجعنا وما صار شيء